بعد توقف دام لثلاث سنوات استؤنف العمل بمشروع ملعب الميناء الأوروبي في محافظة المصرة. بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أعوام استؤنف اليوم العمل بمشروع ملعب الميناء الأولمبي مع الملحقات الأخرى لما له من أهمية كبيرة لواقع مدينة البصرة الرياضي. ملعب الميناء متوقف لأكثر من ثلاث يعني أربع سنوات تقريبا بسبب التقشف ومشاكل إدارية يعني كبيرة. الحمد لله في هذه الفترة الطويلة يعني بعد أن تحركت أمور الشركة في المشاريع المختلفة استطاعت أن تعود اليوم كما تلاحظون هذا العدد الجيد، ما أقدر أسميه مقبول، من العمال والعمل. طبعا أكيد هو أول يوم ينطلق في العمل بشكل رسمي، راح نحتاج إلى حدود الأسبوعين أو ثلاثة حتى الشركة تأخذ يعني وضعها الطبيعي بالعمل، يعني عمل متروك لأكثر من أربع سنوات، فطبيعي يعني المهندسين والعمال وال مواد الإنشائية وغيرها. الشيء الإيجابي من ملعب الميناء أنه في مواد مطروحة كثيرة ممكن أن الشركة تباشر بالعمل. الملعب الرئيسي الذي يتمتع بتصاميم جذابة والذي من المتوقع أن ينجز بمدة أقل من عامين وبتمويل مشترك ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة النقل ومحافظة البصرة. بدأنا مجددا لاستئناف العمل في مفاصل المشروع بشكل كامل. أجزاء رئيسية من الهيكل الحديدي واصلة إلى الموقع وجزء واصل إلى الميناء ومطروح في الميناء منذ ثلاث سنوات الحقيقة، لكوننا لم نسدد أجور الموانئ بسبب عدم استلامنا لمستحقاتنا. الآن الوزارة جادة باستحصال الموافقات اللازمة لإخراج المواد المطروحة في الميناء لكي نباشر بتنصيبها في الملعب. ملعب الميناء الأولمبي واحد من أهم الصروح الرياضية في العراق، وهو الملعب الرديف لملاعب مدينة البصرة الرياضية، يحظى اليوم باهتمام الجهات المعنية لتحقيقه على أرض الواقع. محمد حسن، العراقية الرياضية، البصرة.